رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف استضافة فريق ميديام الغاني لمواجهته في مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا على ملعبه، وذلك قبل انطلاقة منافساتها في أواخر شهر نوفمبر المقبل. ويتواجد فريق ميديام الغاني ضمن منافسات المجموعة الرابعة في دوري الأبطال بجانب كل من الأهلي حامل اللقب وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني. ينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يوم 13 من نوفمبر المقبل، حيث يبدأ المعسكر في الفترة من 13 وحتى 21 من نفس الشهر استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. كشف إبراهيم كامارا المتحدث الرسمي لاتحاد سيراليون عن آخر استعدادات منتخب بلاده للقاء المرتقب أمام منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وأوضح أيضا سبب رفضهم اللعب في القاهرة قائلا: رفضنا إقامة المباراة في مصر لأن القاهرة بعيدة جدا عن سيراليون، والاستاد في سيراليون غير مؤهل لاستضافة اللقاء، وفضلنا اللعب في أقرب مكان لنا وهي ليبيريا. حدد وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب 11 من نوفمبر المقبل موعدا لسفر بعثة المنتخب إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا. قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابلو فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ما قدموه خلال الفترة الماضية، وأعلن البنك الأهلي تولي طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بداية من غد استعدادا لمواجهة المصري ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز. استقبل لاعبو فريق انتر ميامي الامريكي نجم الفريق الارجنتيني ليونيل ميسي بطريقتهم الخاصة احتفالا بفوز ليو بجائزة الكرة الذهبية 2023 للمرة الثامنة بتاريخه، حيث اصطف زملائه في الفريق لاستقباله وفي ايديهم رقم 8 اشارة الى عدد الكرات الذهبية التي حصدها بطل العالم. ونشر الحساب الرسمي لفريق انتر ميامي صورا من استقبال بعثة الفريق لقائده ليونيل ميسي معلقا عليها: مرحبا بك في بيتك أيها الفائز. أكدت تقارير صحفية إنجليزية تمسك نادي ليفربول ببقاء نجمه المصري محمد صلاح مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل، ولن ينظر إلى أي عروض من أندية الدوري السعودي. وبحسب موقع فوتبول إنسايدر فإن نادي ليفربول سيرفض أي محاولات لرحيل نجمه المصري محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل اهتمام أندية السعودية بالحصول على خدماته. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي اليوم تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور حتى صيف موسم 2027. ونشر الميرينجي بيانا عبر حسابه الرسمي جاء فيه: اتفق نادي ريال مدريد وفيني جونيور على تمديد عقد اللاعب الذي يظل مرتبطا بالنادي حتى 30 من يونيو 2027. أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم عن عدم ترشحه لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 ليفسح الطريق أمام السعودية لتنظيم المونديال بعد القادم. وأبدت أستراليا رغبتها في المنافسة على استضافة هذه النسخة من البطولة الأكبر في العالم، إلا أن الاتحاد الأسترالي تراجع عن قراره في بيان رسمي.